متعاملون اقتصاديون يؤكدون، متعاملون اقتصاديون يؤكدون، شو يؤكدون؟ يؤكدون كذا وكذا وكذا وكذا. سؤال مطروح، عندنا حكومة ولا ما عندناش؟ عندنا حكومة جزائرية ولا ما عندناش؟ عندنا. عندنا وزارة التجارة المسؤولة عن التجارة الداخلية والخارجية ولا ما عندناش؟ عندنا. عندنا وزارة الصناعة ولا ما عندناش؟ عندنا. عندنا وزارة فلاحة ولا ما عندناش؟ عندنا. عندنا وزارة اتصال؟ عندنا. عندنا ناطق رسمي باسم الحكومة؟ عندنا. عندنا ناطق رسمي باسم الجمهورية؟ عندنا. رقصني رقصني يا جدع. يعني عندنا كاع هذه المؤسسات تاع الدوله اللي ناس خالصين وخدامين، ناطق رسمي باسم الجمهوريه، ناطق رسمي باسم الحكومه، وزير اتصال، وزير تجاره، وزير صناعه، وزير فلاحه، ومن بعد متعامل اقتصاديين يؤكدون. وهذا رب الحكومه هذه واش قاعد يدير؟ وراه يدير قسام الحكومه هذه تاع الشكوبي. هنا خرجونا رب الحكومه هذه الى وزاره اتصال، الى وزاره تجاره، الى وزاره صناعه، خلوا المتعامل الاقتصادي هم اللي يسيروا الدوله. يعني الامور التي تهم المواطن، الامور الاساسيه التي تهم المواطن وتفرح المواطن، يقولها له واحد متعامل اقتصادي. متعامل اقتصادي ما فهمتش انا، هذا متعامل اقتصادي شكون؟ باترونا؟ لا وسموا هذه جاي الاف سي هذه واش سموها، الكليه تاع مولا ما على باليش، شبندر ما على باليش، شبلولي ما على باليش، طحباطي لا مانيش عارف، دقدوقي مانيش عارف، زبروري مرطوطي، شكون متعامل اقتصادي؟ شكون متعامل اقتصادي؟ كمال مولا لا، ربراب لا، طحكوت لا، حداد لا، العرباوي لا، شكون متعامل اقتصادي؟ يا ربي انا في دوله ماشي في زريبه، وين هاد المتعامل الاقتصاديين اللي يهضروا باسم رب الدوله ويهضروا باسم قسام الحكومه والشعب ما على بالوش؟ يعني ما عندناش دولة تحمل مسؤولية قرار مثل هذا اللي هو قرار مهم وخطير، قرار مهم وخطير. تنشروا قناة معتمدة رسميا ومن بعد ينشروا عليها القنوات الأخرين وحماية المستهلك والناس الكل تنشر والناس فرحانة، فتح الاستيراد فتح الاستيراد، راهم دخلونا دخلوا البنان، قالونا دخلوا لما عن طباسة والمقارف والفراشط، قالونا دخلوا كذا، قالونا دخلوا كذا، راهي الدنيا مفتوحة. شكون اللي قال الخبر هذا؟ والله انا قالوا راهم يقولوا متعامل اقتصادي. شكون المعبسين؟ والله ما على بالي، راهم يقولوا، راهم يقولوا المتعامل اقتصاديين. قريتوا بيان رسمي في وزاره التجاره؟ لا. بيان رسمي في وزاره الصناعه؟ لا. بيان رسمي في وزاره الفلاحه؟ لا. بيان رسمي من عطر الناطق الرسمي باسم الحكومه؟ لا. بيان رسمي من عدو ناطق رسمي باسم الجمهوريه؟ لا. شكون؟ والله ما على بالي، قالوا متعامل اقتصادي، راهم يقولوا متعامل اقتصادي. يعني وصلتوا لهذه الدرجة من الرخص والطحين والحقارة والتفاهة أنكم تتلاعبوا بالشعب؟ يعني إذا كانت يعني مليحة هيا نقولوا باللي هنا، إذا كان ما عجبتش الناس ومش مليحة وكذا كذا، خطينا تحمل مسؤولين القناة الحياة اللي قالت متعامل اقتصادي، ورا معامل متعامل اقتصادي، جيبوا قسم متعامل اقتصادي دخلوهم الحبس. شكون هما؟ حبسوا اي متعامل اقتصادي تلقوه يمشي في الطريق شدوه ودخلوا العبس، لانه قال الحناشي اننا فتحنا الاستيراد تاع الموز والمواعن والطباصه، لانه اواني منزليه، يعني احنا عندنا مشكل تاع طباصه ومغارف، قال لك اواني منزليه، خام هنا مكتوبه اواني منزليه، انا غلط، اقرا معايا شني؟ قرار يشمل كافه المواد التي تعرف نقص في السوق الوطنيه، القرار يشمل الموز، الاواني المنزليه. يعني عندنا مشكل مزايد عندنا الدوله، اقسم بالله غير كوري، قسم بالله غير كوري. يعني يعني يقزموا رب الشعب هذه، رجعوه من الدين جدكم الحلوف، ترجعوه يعني قروده، ترجعوه شواده. مشكلتهم يعني الشعب هذا، رب الشعب هذايا اللي كاش نهار انا نحكم من 20 مليون نذبح ربهم، ذبيح ذبيح بلادي ماتهم غير الزجرب، لانهم قابلين الطحين والذل. يعني الشعب هذا الجزائري اللي ضحى، الشعب البطل، يرجعوه شواده. مشكلته البنان ومشكلته لماعن طباصه ومقارف، لانه يبدا لك بالخبر شنو احتياجات الشعب. شنو احتياجات الشعب؟ الموز والاواني المنزليه.
ويلي ويلي. اوكي نرجعوا للبنان اللي محتاجه الشعب المعن طباسة والمغارف. الشعب الجزائري مشكلته في البنان شوادة. الشعب الجزائري شوادة، يعني كانوا يضحكوا علينا المركة يقول لك تمكم شبعانين بنان، او اكدها لهم حناشي قناة الحياة حسب متعامل اقتصاديين انه الشعب راه ميت بالشر يستنى في البنان. ما قالش كم نقولوا المواد الغذائية بصفة عامة استهلاكية، قهوة السكر البنان الخضر اللحم كذا كذا، لا ركز لك على البنان والاواني المنزليه. يعني احنا مشكلتنا في المغارف والفراشط والقرفيات، لانه داخل رمضان نشربوا الشربه ولا الحريره، ما عندناش القرافه باش نشربوا الحريره، اذا لازمنا نستوردوا من الصين طباسه. رخص ما بعد رخص. المشكل انه ما كاينش دوله اللي نجيب هذا قسام اللي كتب هذا الخبر نجيب نحط ربه قدامي، اولا نقعد هنا طحان. شكون هذا رب المعامل تاع الاقتصادي اللي قالوا لك هذا الخبر؟ اعطينا قسم متعامل اقتصادي. اذا كان الخبر رسمي من الدوله، بيان رسمي من وزاره التجاره، بيان رسمي من عند هذا الوزير اللي ما قدرش يسير بلديه الجزائر الوسطى، لانه وزير التجاره هذا ممكن جدا في جلسه حميميه طيط طيط مع امين بلعزوق عطى له الخبر، قال له بصح ما تقولش باللي انا قلت لك، كانوا سهرانين وفيها طيط طيط وفيها تيزانه، قال له ما تقولش باللي انا اللي قلت لك، انشر الاخبار عندك في قناه الحياه تقول باللي متعامل اقتصادي ما تحصلش فيا، لانه هذه خدمه نتاع منقش، خدمه نتاع منقش تاع طيط طيط تاع الناس اللي يضربوا الدربوكه بعضهم بعض. لانهم لو كان جاوا رجال، لو كان جاوا رجال يا اما بيان رسمي باسم الوزاره، يا اما نجيب هذا رب الصحافي نحقق معه، قال لي هنا على الراسه تاع دين والديك العلو بالحلو، شنو رب هذا متعامل اقتصادي؟ انا في كوري ولا في دوله؟ انا الدوله اعطيني مشكله ضرب المعامل تاع الاقتصادي يهضر معاك، اعطيني هذا قسام المتعامل الاقتصادي يهضر معاك يهضر باسم الدوله، وراه رب تبون هذا، وراه رب تبون هذا ايمن بن عبد الرحمن هذا وزير التجاره وزير، وراكم ربكم وراكم انتم هذا القسامكم، وراه رب الدوله هذه. خرج لنا الطحان ينشر لي حسب المتعامل الاقتصاديين، راه نفتح لكم باب البنان، جيبوا البنان يا الشواده والمقارف والفراشط يا طحاحنا. والله يا رب الدوله هذه. ما كاين كي نقول لهم الرونجاس هو الحل يقول لك بالزيره تحب الجيش، يا هو تحبوا هذا المنقش هذو يحكموا فينا، يا هو تحبوا هذا المنقش هذو اللي يكونوا يمارسوا في الشذوذ مع بعضهم بعض يعطوا الاخبار لبعضهم بعض، باسكو هذا خبر هذا نتاع كانوا كيما يقول لك كانوا زلوطي متعامل اقتصاديين يدخل البنان المعن. تفوينا الرصاد تاع والديكم قايتين، باكي يقول لك لا تزعف ابن الزيره اي شيء نادينها بلاد قايتين. وكانت انباء المنقش، ايه عندك الحق اقسم بالله، حسب وكالة انباء المنقش كانوا سهرانين مع بعض في الديكي نتاعهم في 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 القبة اللي راني حاطه تحت المراقبة، ونروحوا يسهروا ويمارسوا الشذوذ في القبة، الديكي تاع عمي بالعزوق يروحوا ليه الجماعة يشربوا الويسكي والريكار ويجيبوا معاهم المنقش يباتوا سهرانين معاهم ويقرروا مصير الدولة. يعني خرجنا من رب فيلا كوريناف رحنا لفيلا المنقش في قبة، على الأقل كوريناف هكذا كانوا يشربوا في الكيف وكانوا يقعدوا يشربوا الويسكي، دروكا يشربوا في الروج ويتكيفوا في في مش عارف أنا في العرعار ويديروا في الرذيلة على بها ربي، كيما يقول لك الناس سخطنا. حسب متعامل اقتصاديين، حسب متعامل اقتصاديين قال لك جيب البنان ولماعن أواني منزلية راهم ناقصين في الجزائر. أوكي نختم قسامة بهذا الاخر. رئيس الجمهورية يقيل المستشارين اللي واحد ما يعرفهم، المستشارين اللي واحد ما يعرفهم رئيس الجمهورية نحاه، لانه احنا مشكلتنا في الجزائر هي مشكلة الذاكرة الوطنية، هيا نحينا بشيخي، مشكلتنا هي مشكلة التعليم العالي، نحنا مستشار التعليم العالي، مشكلتنا مشكلة وزير مستشار عبد المجيد خلف عبد العزيز خلف نحيه، مشكلتنا في هادو، لا مشكلتنا مش في هادو التبون، احنا مشكلتنا في هبطنا رب الاقتصاد اللي راك الان فتحت الاقتصاد، لاننا ضيعنا 4 سنوات من تاريخ الدولة الجزائرية على جال واحد فاشل اللي راك مخليه مستشار رزيق، اسوأ وزير تجارة في العالم واسوأ مستشار، مازلت تخليه عندك في الرئاسة وتنحي في مستشار خد اخرين اللي ما نعرفوش ربهم خلاص وما نحتاجوش قسامهم ما عندنا ما نديرو بهم.
المستشار المكلف بالشؤون القانونيه اللي خرب رب البلاد مازالوا في الرئاسه. هذو زوج هما اللي نحوس عليهم احنا، اللي نحوس عليهم الشعب الجزائري باش نهضروا بصراحه. اما تنحي الشيخي وتنحي سيدي ربي هذو ما عندنا نديروا قسام، احنا ما نعرفوش ربهم خلاص، وين نعرفوا قسام احنا اصلا، ما نسمعوش بهم خلاص. شكون اللي يعرف هذا يا قسام، هذا مستشار شؤون التعليم العالي، وشكون اللي يسمع به؟ واحد ما يسمع.